إذا عندنا البلانت هذه 5 على S زائد 5. لاحظوا أنا حطيت 5 عشان يكون steady state gain 1. هذا الجزء الأول من البلانت، الجزء الثاني من البلانت هو 1 على S زائد 1. لو رسمنا الروت لوكس تبع هذا، هاي البلانت الأوبن لوب بلانت، راح نلاقي إنه كان عندي في بول هون هي 1 2 3 4 5. مظبوط، هيك بدينا في البلانت. هل البلانت الأصلية ستيبل؟ نعم ستيبل. هاي هدول ريل تو ريل بولز، وهذا السيستم اوفر دامب، ولو حسبنا الدامبنج ريشو ملهاش معنى بس هي تطلع اكبر من 1. هلا اول ما يجينا عملنا بالبلانت سكرنا الكلوز لوب سيستم، فاخذنا فيدباك والفيدباك اعتبرناه 1 على 1 ترانسدوسر يعني هون، وبعدين حطينا احنا بروبورشنال كنترولر كيرو وعملنا نيجاتيف فيدباك. مظبوط، واخذنا هلا هون، بعدين صرنا نغير كي. تغير كي شو صار بدا يعمل؟ لما كانت كي في البدايه زيرو بدينا من الاوبن لوب بولز، بدينا نزيد كي، فشو صار بالاوبن لوب بولز؟ صاروا يتحركوا، الكلوز لوب بولز تحركوا من مكانه، صار يتحركوا من مكانه، صار هذا يتحرك بهذا الاتجاه وهذا يتحرك بهذا الاتجاه، والبولز فعلا عم بتغير، عم بتحرك مكانه. ف بتغير كي اللي غيرتهم، بديت ازيد في كي، عند نقطة معينة راح يصير هذا 1 وهذا 5، عند 3 راح يفتح التو بولز، راح يصير السيستم كريتيكلي دامبت. اوكي؟ وراح يبدا يصير في عندي هلا هون عمالة متخفف، كل العملية هاي بزيادة كي ايش عم بيصير عندي؟ الرايز تايم عم بنزل، مظبوط؟ تنزل قيمة الرايز تايم، فالسيستم صار أسرع، كان بطيء هون. السيستم عماله بتزيد سرعته، وبنزل عندي ستيدي ستيت ايرور كمان عماله بنزل، رغم إنه ما كانش في ستيدي ستيت ايرور لما كان السيستم أوبن لوب. اوكي؟ انا ما كان عندي لما كان السيستم اوبن لوب بهاي الحاله ما كان عندي مشكله ستيدي ستيت ايرور. لما سكرت اللوب عشان اتغلب على الديستربنس واحسن الرايز تايم صار عندي ستيدي ستيت ايرور، فاضطريت اضل ازيد كي عشان يصغر عندي الرايز تايم وينزل عندي ستيدي ستيت ايرور واتغلب على الديستربنس. الصفر انه شو؟ خلينا احطها ديستربنس اليمينيشن، لكن يعني هذول الادفانتجز، هي الادفانتجز اللي صارت من زيادة كي، مظبوط؟ لكن المشكلة هدول الادفانتجز A D V، الديس ادفانتج اللي صارت عندنا صار عندي الاوفر شوت زاد، اللي هو بنعبر عنه ب ام بي بيرسنت زاد، وهاي هي صارت هلا عندي المشكلة. صرت كل ما زدت كي اللي هو موجود كي عماله بتحسن عندي، بنزل الديستربنس، بخفف من الديستربنس، بنزل عندي ستيدي ستيت ايرور، بتحسن الرايز تايم، مش هيك؟ بيصغر قيمة الرايز تايم فبتحسن، لكن المشكلة الأساسية كانت الديس ادفانتج الأساسي إنه عماله بزيدني عند الأوفر شوت. شو اضطريت أعمل الآن؟ وقفت عند قيمة معينة، وصلنا كي تقريبا إذا بتتذكروا 20 هون. ما كان هذا كان، يعني حل خفف من هدول بس زاد عندي الأوفر شوت، وصل أظن الأوفر شوت كان فوق ال 20% تقريبا، وهلا بنقدر نعمل حسابات عليه. شو قررنا نعمل؟ قلنا خلينا نرجع شوي لورا، نخفف من قيمة كي وراح اضيف الاي، فلما ضفنا الاي من هون اجينا عملنا اخذنا خلينا كي مشتركه بينهم كلهم، هي قيمه كي مشتركه، خلينا جزء يمر من هون، وبعدين اخذنا هذا الجزء حطينا هون، حطينا انتجريتر 1 على S، مظبوط، وبعدين ضربنا هذا بالفاليو اللي هو 1 على TI، ولاحظوا تي اي خليناها تحت من هون، وتي اي قديش انتهينا بالفاليو تبع تي اي؟ كان 1 5، فتي اي حطيناه بيساوي 5، ورجعنا كي الى 12، مش هيك 12 حطيناها؟ 12، فحطينا كي 12، نزلنا هاي ل 1 على 5، واعطتني جود ريسبونس من ناحيه ستيدي ستيت ايرور. وهذه طبعا رايحه على البلانت، والاوتبوت من هون اخذناه. ماشي تمام؟ لكن حتى عند النقطة هاي لما وصلنا عند كي 12 كان عندي في اوفر شوت، حتى اتخلص من هذا الاوفر شوت دخلنا دي بنفس الطريقة اخذنا هون. هلا انا ما راح اكتبها اس لانه مش موجود في السيميلينك اس، راح نحطها دي يو على دي تي ونضربها في تي دي، وغيرنا الفاليو تي دي وصلت كانت عندي هون استعملناها تي دي 0.05، وهذا اعطاني reasonably good response. هذا السيستم طبعا احنا ما عارفين انه اوبتيمم مش اوبتيمم، احنا كله عملنا له تيونينج باي هاند مانيوال، مش هيك؟ عملنا تيونينج باي هاند، مشينا في كل المراحل هذول. هلا رح نشوف لما نشوف
يا بالليد كومبنسيتر، كيف ممكن اعالج هذا الموضوع بالليد لاك كومبنسيتر، او كيف ممكن اعمل له تيونينج بالزيجلر نيكلز مثلا. طبعا هون عندي لما زدنا كير، لما ضلينا نزيد كير في الحاله الاولى قبل ما اضيف اي، عم بتحرك عندي السيستم من هون، وعندي النقطه اللي بوقف عندها راح يعطيني هون دامبينج معينه، وعندها راح اعطي الرايستان والاوفرشوت.